هلأ صار وقت إني أفرجيكم البيت. كتير متحمسة تشوفوا بيتي والعفش اللي اشتغلنا عليه خلال فترة طويلة. بهذا الفيديو حتشوفوا بمشاعر كتير قوية وفياضة وشيء كتير مؤثرة. أنا مش عارفة يا جماعة الخير متى بدأ بطل أعيط على الأشياء الحلوة وعلى الأشياء اللي مش حلوة، على طول ببكي دراما كوين. المهم إني صورت لكم البيت بتفاصيله وصورت لكم البيت بكل إشي من وقت اللي أجا العفش وترتب وتنظف وكل إشي للحظة اللي أنا هلأ عم بعملكم فيها هذا الفيديو. وفي شغلة تانية يا جماعة الخير على قناة شادو لايف ستايل راح تلاقوها بصندوق الوصف، في فيديو كتير مهم وفي حكي كتير مهم أنا وخلود عم نحكي فنبسطوا فيه. هلأ بلشنا. إذا ما رحتوا على قناة مزاج وقلتوا لقناة مزاج شكراً كتير على الإشي اللي قدمتوه لشادن ما تيجوا على القناة أبداً. أوكي؟ A few moments later. اللي مش مشترك بالقناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس لأنه أنا كتير 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 مبسوطة. اليوم وصل العفش. اسمعوا الإشي كتير بجنن، أنا مو قادرة. طبعاً ما حفرجيكم أي شيء، أنا ما حفرجيكم أي تفاصيل تانية. كل الإشي حتشوفوه وين؟ بقناة مزاج. أنا هون بس عم بعطيكم أخبار، بنقلكم جاسوسة أنا هون عم بتجسس وبنقلكم أخبار بسيطة. فهلأ وصلوا وجابوا العفش، حيركبوه. بس لازم أفضي كتير شغلات في هنا، لازم أطلعها. بس طبعا هاي المسكينة مضطرة إنه أفضيها لأنه هاي الغرفة بدهم إياها فاضية، فهاي ما حقدر أستخدمها هلا، احتمال كبير أستخدمها بغرفة إيلانا. جبت كتير فصلين محجبات فرح أفرجيكم إياهم بعدين، هأعملكم فيديو خاص بهذا الموضوع. شكرا. هاي شو هاي؟ لازم المفروض تكون مكتوب. اها لا ما محطوط شكل عليها. هاي شكلها طاوله، شوفوا هاي شكلها طاوله. هنا في اشياء. شوفوا احلى. هذا كراسي تنتين، ما بعرف هذا التخت شكله، ما بعرف. لسه بعد في هدول البوكسات جايباهم خلود. او ماي جاد، بص الجاد هون.
شكله اشي كتير حيكون مرتب ان شاء الله. ماي جاد دعوات امي. انا حاشره حالي هاي الغرفه وعم بشتغل على الفيديوهات تبعوني، فهلا بدي اطلع اشوف طبعا انا تاي يا جماعه. هاي خلود، هاي كيفك؟ طبعا اللي شغاله على المشروع كليته وهيك، وبدي اشكرك عن جد. انا لمحت هيك شغلات بدي اشخرن بالمفاجاه. قاعده هون ما راضي اتفرج على كل شيء، حكيت بدي ضلني قاعده هون يعني ما بدي اراقب معهم، واخر اشي بدي اشوفه اعمل بس انا حاسه انه كثير خليكي قاعده هنا، خليكي قاعده هنا. كثير متحمسه والله العظيم. فكمان خلود يا جماعه الخير حتشتغل غرفه إيلان، يعني بعد ما نخلص هذا الاشي اللي عم بيعمله خلص. انت ما الي دخل يعني، ما راضي اطلع. خلص هخلص وبعدين نبقى. اي شيء بدك اياه خبريني يعني. تمام، بدك مي كذا، بدك كافي، بالله عليك. الوضع إيلان شو عم تقول؟ إيلان شو كنت عم بتقول؟ What the heck? Where my sticker dinosaur? إيلان دخل. Wait a minute. دخلت البيت شو قلت؟ I don't know. قلت what the heck? Mommy. سمعتي؟ What the heck? I need sticker dinosaur. إيلان لما بنصدم يا جماعة بحاول يعبر بهاي what the heck. أنا ما بعرف من وين جايبها. ما قادره اطلع يا جماعه والله، عندلت ما قادره اطلع، ما بدي اشوف. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ اي هالف بنات. اسمها خلود. اسمها خلود. بوكس. يلا بوكس. بوكس. فيري بيك. بس واحد. يلا إيلان شد حالك، اوكي؟ إيلان بدك تزبط لي كل شيء؟ لا لا ايش؟ بغرفتك. تزبط لي بغرفتي؟ حلوة. تعمل لها حلوة؟ ولك أنت الحلو؟ يا الله. انت ليش تروح هناك؟ ما انت بتشتغل مع خلود، انت قاعد. استنى خلود امين، وخليه يجي عندي لاي حد يكسر شيء ثاني. يلا إيلان اخذك نروح نشتري ستيكر. مش هلا. لا هلا نروح نشتري. شو رايك نروح نشتري ستيكر؟ اخذه اطلع فيه برا. يو جاست ميك ريكورد فور إيلان اند ذير جو. يا بس سلولي سلولي، دونت موف تو ماتش. يا استنى افتح الكيس وانت ابي راوند تيبل. واحد ثاني يا إيلان، تحط كمان واحد ثاني. بس نستنى نجيب الباقي. اوكي يلا اوكي بسم الله.
بسم الله. اوكي. رمضان شكلي بإشي كتير حلو. يا ربي رمضان هاد يكون خير علي وعلى جميع المسلمين وعلى كل حد عم بتابعني وعلى أهلي وعلى كل 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 حدا. أحبكم. I love you guys. ما قادرة أصدق إنه في يوم وليلة بيتي تغير وصار شكله ولا في الأحلام صراحة. الإشي كتير في قلبي والله هون. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب انه قدرت اشوف بيت لإلي معفش ومجهز كامل. اللي حضرني واللي كان يتابعني واللي كان يشوف فيديوهاتي راح يفهم الشعور اللي انا فيه حاليا. راح اشكر مزاج والبرنامج اللي عملوه على هذا التعب اللي تعبوه، وما بعرف صراحة كتير كتير متلبكة. هلأ صار لازم احط قوانين لإلانا وعلمه على الاشياء الصح. بس قبل كان يلا اوكي كل اشي داخل في بعضه ما مشكلة، تاكل تشرب وين ما بدك. هاي ردة فعلي اللي انا صراحة ما كنت متوقع انه تصير. بس ما كان البيت جاهز ومعفش ولا اشي، كان محطوط كل اشي هيك مرمى انه لسه في اشياء في الكراتين ولسه في اشياء مش معلقة او في اشياء. هيك كانت ردة فعلي. كتير سعيدة وكتير مبسوطة على كل اشي عم بيصير معي حاليا، وعلى كل الناس اللي وقفوا معي، وعلى متابعيني اللي بجننوا عن جد. انه بحبكم من كل قلبي، ما تتخيلوا الفرحة وما تتخيلوا التقدم اللي انا عم بيصير في حياتي، وكل هذا بفضل رب العالمين وبفضلكم وبفضل الناس اللي بتحبني. ولهون بدي انهي معاكم هذا الفيديو. ما تنسوا انكم تشتركوا القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك، ونشوفكم مرة جاي. باي باي.